السلطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لبلمسيك بالدار البيضاء من توقيف المشتبه به في عملية تزوير شملت وثائق ومطبوعات إدارية وطوابع لعدة إدارات من إيطاليا إسبانيا والمغرب، كما تم حجز 4 كيلوغرامات من مادة الشيرة و20 غراما من الكوكايين. هذا الشخص كان قضى واحد المدة ديال 10 سنوات بدولة إيطاليا، وكان تعرف على شي امرأة من جنسية إيطالية اللي كانت عنده مع علاقة، ودوز مع مدة ديال 10 سنوات تقريبا، وهي كانت عندها دراية في ميدان المعلومات، وهي اللي اكتسب منها هذه الخبرة اللي جعلته يتمكن باش يواصل العمل ديال التزوير ديال مختلف الوثائق بهذه الكيفية اللي كتلاحظوا. ما تلاحظون أن هناك أجهزة سكانير، أجهزة حواسيب وناسخات إلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة. تم الإيقاع بالمشتبه به الذي له سوابق بنفس التهمة بعد أن تقمص أحد أفراد الشرطة دور زبون يتطلع إلى الحصول على بطاقة إقامة بإيطاليا، وبعد استكمال البحث سيقدم للعدالة لتقوم